الصالحين لا يعبدوا 清廉者们不应当受到崇拜 ولا يمكن أن نأتي إلى قبور الصالحين ونعبد عندها الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نأتي بأي عبادة عند قبور الصالحين 关于清廉者的坟墓，我们即使到了清廉者的坟墓那里去，这个礼拜也是不可以的。 يمنع من الصلاة عند القبور 不允许在坟墓上礼拜 قراءة القرآن 不允许在坟墓上 الطواف 不允许转坟墓 استقبال القبر بالدعاء 不允许 يستقبل القبر ويدعو يستقبل القبلة عند القبر عند القبر نعم ممنوع ممنوع 在坟墓那里朝向坎拜做祈祷 لا يوجد أي عبادة عند القبور 这些公修在坟墓上都是不允许的 إلا فقط الزيارة الشرعية 只有按照去坟墓里只有按照教法规定的方式去游坟 بشروط ثلاثة 有三个条件 لأن زيارة القبور تنقسم إلى أقسام ثلاثة 因为走访坟墓有三个条件 زيارة شرعية 按照教法规定的方式 وزيارة بدعية 异端的方式 وزيارة شركية 举办的方式 الزيارة الشرعية 按照教法规定的方式是 لابد فيها من شروط ثلاثة 需要有三个条件 أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الموت تذكر الدار الآخرة تذكر ما بعد الحياة هذه 要提通过走访坟墓想起后事想起 الثاني ألا يشد الرحل لزيارة القبور يعني لا يسافر من مدينة إلى مدينة حتى يزور القبور لا 不要走访非常遥远的坟墓没有必要 الشرط الثاني 第三条 أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات 举意为自己和亡人做祈祷 ويدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 祈祷词要按照使者教授的祈祷词来祈祷 فإن نوى بهذه الزيارة دعاء الله عند الأموات مثاله يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزوجه مثلا عند القبور فهذه زيارة بدعية 如果在坟墓做其他的祈祷那都是异端的祈祷 وإذا نوى دعاء الأموات من دون الله هذه زيارة شركية 如果在坟墓当中祈祷阿拉以外者，那就更是举办。إذن شروط ثلاثة. 三个条件. ينوي تذكر الآخرة. 记想后事. لا يشد يسافر. 不要这个旅行去游坟. ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. 祈祷为自己和亡人去祈祷. نوى دعاء الله عند الأموات بدعية. 如果做其他的祈祷，那是异端. نوى دعاء الأموات من دون الله زيارة شركية 如果在祈祷阿拉以外者那就是举办 نعم